ظل الحجر الصحي اللي كلنا فيه حاليا وبقينا قاعدين وقت اكتر في البيت، اكيد مفيش حاجات كتير تتعمل والملل هيتمكن مننا. فبدل ما تتفرج على مسلسلك المفضل للمره التاسعه، في الفيديو ده جمعنا افضل العاب لمنصه بلاي ستيشن 4 من ناحيه القصه وسردها للاحداث عشان تنغمس فيها وتنسى انك في الحجر. يلا بينا نبتدي، واهلا بيكم في جيم كوم. The Last of Us Remastered. لو هتكلم على القصة، فاللعبة بتتميز بواحدة من أفضل القصص في تاريخ الألعاب. قصتها بتحكي عن الفراق والأسرة وحماية الناس القريبين منك من أولها لآخرها، مليانة لحظات قوية ومؤثرة تخليك تندمج في عالمها وتنسى الواقع بتاعك، وتبين قد إيه الحياة صعبة في عالم ما بعد نهاية الحضارة. أنت بتلعب بشخص اسمه جويل، واحد عايش في عالم اتدمر بسبب فيروس مكون من فطريات بتخش دماغ البني آدمين وتخليهم مخلوقات شبيهة بالزومبيز بتاكل البشر، وبسبب كده البشر بقوا قاعدين في مستوطنات معزولة عن المتحولين. في بقى جماعة اسمها الفايرفلايز عرضوا على جويل مكافأة كبيرة لو عرف يوصل طلبية خاصة، وهي البنت إيلي، لمكان برا المستوطنات. اللي بيعرف بعدها انها عندها مناعة ضد الفيروس، وده مهم عشان يلاقوا علاج. في وسط رحلتهم بيقابلوا انواع مختلفة من الزومبيز والبشر المتحولين، واللعب بينجو بجيم بلاي عبارة عن مزيج من الاكشن الصريح والتسلل، ويقدر يستخدم الاسلحة قريبة المدى وبعيدة المدى، وعنده قابلية انه ينقب عن ادوات تساعده ويصنع حاجات زي القنابل والادوية. اللعبة في الاول نزلت على بلاي ستيشن 3 في 2013، بس اتعمل لها ريماستر حسن من جودة الجرافيكس، نزل في 2014 وعلى منصة بلاي ستيشن 4، والمفروض الجزء الثاني ينزل في مايو 2020، بس نظرا للظروف الحالية في احتمال كبير تتأجل، فأحسن حل انك تعيش تجربة الجزء الاول من جديد. Uncharted 4 A Thief's End. اللعبة دي من نفس المطور اللي عمل The Last of Us وهو Naughty Dog، وبتقدم آخر فصل من قصة نيثن دريك اللي أخيرا استقر وساب حياة المغامرة وبقى عايش حياة طبيعية. بس مرة واحدة صديقه القديم سامي زورو يقول انه محتاج مساعدته، ومرة واحدة نيثن دريك بيلاقي نفسه في وسط مغامرة أخيرة بيحاول يلاقي فيها كينز إيفري عشان يساعد صديقه سام وينقذه. عالم اللعبة واسع وكبير ومتنوع، واللاعب بيشوف أكتر من بلد وأكتر من مكان مختلف، وبيعرف ينط ويتسلق ويستخدم الحبل انه يروح من مكان لمكان. وبالرغم من ان اللعبة خطية، الا ان في بعض المراحل بتدي الفرصة للاعب انه يستكشف ويشوف اماكن جديدة ومختلفة، والخرائط في اللعبة دي اكبر بكتير من الخرائط في الاجزاء القديمة. الجزء الرابع من Uncharted هو فرصة كويسة انك تعيش مغامرة مسلية في وسط الحجر الصحي. Horizon Zero Dawn. عالم لعبة هورايزن بيحصل في القرن 31، في عالم البشر فيه تحول لمجموعات متفرقة من القبائل مع استخدام تقريبا معدوم للتكنولوجيا، واللي مسيطر على العالم حاليا كائنات عبارة عن آلات عملاقة اسمها The Machines. في الطبيعي الآلات دي عايشة بسلام مع البشر اللي أحيانا بيصطادوهم عشان قطع الغيار، لكن حصلت ظاهرة غريبة خلت الآلات عنيفة تجاه البشر وخطر ليهم. وفي 3 قبائل أساسية في اللعبة، وهم النورا والكارجا والأوسيرم، واللاعب بيتحكم بإيلوي، واحدة من قبيلة النورا بس اتنفت وواحد اسمه روست تبناها، وعشان ترجع للقبيلة بتاعتها ويقبلوها تاني لازم تخش مسابقة اسمها The Proving وتكسبها. وشخصية إيلوي معها جهاز صغير اسمه فوكس، وده بيديها قدرة خاصة لرؤية المحيط اللي حواليها، وده بيساعدها انها تقضي على الأعداء عن طريق وضع الأفخاخ، الضرب بالأسهم أو الرمي بالقنابل، ومن الممكن التخلص من الأعداء عن طريق التسلل أو المواجهة المباشرة. لعبة هورايزن بتقدم فكرة جديدة ونظرة مختلفة عن المستقبل، والحقيقة تستحق التجربة جدا. The Witcher 3 Wild Hunt. لعبة The Witcher 3 لما نزلت حطت بنش مارك جديدة في عالم الألعاب، بمعنى ان كل لعبة جديدة بتنزل بتتقارن بيها وهل هي حلوة زيها ولا لا، لدرجة ان في ناس شكت ان يوبيسوفت قلدتها في لعبة Assassin's Creed Origins. في اللعبة دي انت بتتحكم بجيرالت اوف ريفيا اللي بيدور على سيري اللي في مقام بنته عشان يحميها من جماعة الوايلد هانت، ودي مجموعة شريرة من الالفز جايين من عالم تاني. وعالم اللعبة كبير ومفتوح ومليان حاجات كتير تتعمل، وبناء على اختياراتك في قصة اللعبة الاساسية او المهمات الجانبية نهاية اللعبة بتختلف، وده بيؤدي لحوالي 36 احتمال ممكن توصله في اخر اللعبة، وده معناه انك هتعيد لعب القصة كتير عشان تشوف الاحتمالات التانية. وحتى كمان لو خلصت القصة الأساسية في محتويات إضافية ممكن تلعبها زي Hearts of Stone، ودي بتضيف قصة قصيرة جديدة، وBlood and Wine، ودي بتضيف خريطة جديدة للعبة وهي مدينة كاملة باسم توسان فيها شعب جديد وحوش جديدة خاصة بالمكان ده بس. فلو لعبت The Witcher 3 فانت أكيد هتتوه جواها لحد ما تخلصها.
God of War. الجزء ده يعتبر soft reboot لسلسلة God of War، ونقدر نعتبره مرحلة انتقالية من الأساطير الإغريقية للأساطير الإسكندنافية. في بطل اللعبة كريتوس بيحاول ينسى ماضيه وبيروح لبلاد الشمال عشان يستقر هناك، بس لسبب غير معلوم زوجته بتموت وكانت وصيتها ان رمادها يتحط في اعلى مكان في العوالم التسعة. فيبدأ كريتوس الرحلة هو وابنه عشان يحققوا وصية زوجته، وفي وسط اللعبة بتشوف ازاي كريتوس عرف يبقى اب ومعلم لابنه وبيحاول يخليه يتجنب اخطائه اللي عملها في الماضي. وفي وسط رحلتهم هيقابلوا شخصيات من الاساطير الاغريقية، في اللي هيساعدهم وفي اللي هيبقى ضدهم. وعلى عكس الاجزاء اللي فاتت، الجزء ده المرة دي من منظور الشخص الثالث والكاميرا من فوق الكتف، وده مختلف عن المنظور بتاع الالعاب القديمه اللي الكاميرا فيه من فوق. وكريتوس المره دي معاه فاس اسمه ليفايثن، وده ممكن يترمي على الاعداء ويرجع تاني. وعالم اللعبه مش مفتوح بس قابل للاستكشاف، زائد ان اللعبه ممكن يخلي ارتوريس ابن كريتوس يرمي اسهم على الاعداء. اللعبه ما فيهاش مالتي بلاير وفيها طور قصه بس، ودي كانت مخاطره عشان كانت نزلت في وقت الناس كانت بتقول فيه ان العاب السنجل بلاير بتموت، بس لما اللعبه نزلت كلنا عارفين هي نجحت قد ايه. Detroit Become Human. قصة اللعبة بتحصل في المستقبل القريب اللي فيه الناس اعتمدت بشكل كبير على الروبوتات او اندرويد شبه البشر بيتم توظيفهم كخدمين، بس تدريجيا بعض الاندرويد كونت وعي وابتدوا يتمردوا على البشر اللي صنعوهم. وانت كلاعب بتتحكم بثلاثة اندرويدز مختلفين، كل واحد ليه قصته الخاصة بس برضو بيتقابلوا في النص. في كونر وده روبوت بيحقق ورا الروبوتات المتمردة، وفي ماركوس وده روبوت متمرد بيحاول يعمل ثورة، وكارا دي روبوت بتحمي طفلة صغيرة في وسط الفوضى دي كلها. وعلى حسب اختياراتك القصة هتتغير، ممكن كونر يبقى طيب، ممكن يبقى شرير، ممكن ماركوس ينجح ويحرر الاندرويدز، ممكن يفشل ويدمرهم كلهم، ممكن كارا تانجو، ممكن لا، الموضوع كله في ايدك. واللعبة كمان بتدعم اللغة العربية بالدبلجة كمان، فاللعبة تستاهل التجربة. سبايدر مان. سمعت ألعاب سبايدر مان مش قوية أوي ضمن عالم الألعاب، بس جت شركة إنسومنياك جيمز غيرت الفكرة تماما بالفيرجن بتاعها من لعبة سبايدر مان. اللعبة بتبتدي بشخصية اللعبة الأساسية هو بيساعد البوليس عشان يقبض على شخصية كينج بين، وبعد لما ينجح ويعرف يقبض عليه كينج بين بيقوله انه غلط غلطة عمره، لان ده هيفتح مجال لعصابات تانية هتكون عايزة تاخد مكانه. وفعلا بعد فترة مش كبيرة الدنيا ابتدت تبقى فوضى ومخاطر تانية ظهرت زي سينستر 6 وتاسك ماستر وتومستون. اللعبة من منظور الشخص الثالث وبتتلعب بطريقة مشابهة لألعاب باتمان أركم، واللعبة بتدعم برضو اللغة العربية، ولما تيجي تشغل الدبلجة هتحس انك بتتفرج على فيلم لديزني. Far Cry 5. في اللعبة دي انت بتلعب بشرطي راح منطقة اسمها هوب كاونتي عشان يقبض على زعيم جماعة متطرفة اسمها Project at Eden's Gate او بيجي كاختصار، بس بتحصل مشاكل والزعيم يهرب واللعب يضطر انه يحرر المنطقة من قبضة ايد الجماعة دي. بس عشان توصل للزعيم محتاج توصل للتلاتة اخواته المسيطرين تحتيه، كل واحد من اخواته متحكم في جزء من المنطقة، ولما بتتخلص منه بتحرر المنطقة من تحت ايد الجماعة. وكل ما منطقة تتحرر المعارضة بتبقى اقوى واسلحة جديدة بتتفتح، ولما تقضي عليهم كلهم بتواجه الزعيم في الاخر. وزي الاجزاء اللي فاتت اللعبة من المنظور الاول في عالم مفتوح، واللاعب يقدر يركب عربيات وموتوسيكلات وقوارب وحتى كمان طيارات، وفي القابلية انه يصطاد ويغير لبس وشكل الشخصية بتاعته. The Wolf Among Us. اللعبة دي مقتبسة من كتاب كوميكس اسمه Fables، ودي بتحكي ان الشخصيات والكائنات الخرافية عايشين عادي وسط البشر بس مستخبيين في مدينة اسمها Fable Town، وبيطلقوا على نفسهم اسم Fables. هي لعبة قصصية معتمدة على اختياراتك وعلى اساسها القصة هتتغير، وانت بتتحكم بشخصية بيجبي وولف وده المأمور المسؤول عن مدينة Fable Town واللي بيحقق في جريمة قتل غريبة. وعلى حسب اختياراتك انت ممكن تخليه عاقل وتختار كلامه بحكمة، او تخليه عصبي متهور ويلجأ للعنف كل شوية. وطبعا كل الاختيارات ليها عواقب. دي كانت ألعاب لمنصة بلاي ستيشن 4 ليها قصة مميزة ممكن تسليك في وقت الحجر الصحي. هل في لعبة معينة بتحب تلعبها في الوقت ده؟ لو في شاركنا في التعليقات تحت. كان معاكم لويجي، وما تنسوش تشتركوا في قناة رقمي تي في.